السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة فنادق. اليوم رح نكمل أنواع المطاعم. وصلنا النوع الخامس، مطاعم الاختصاصي Professional Restaurant، اللي هي منتشرة بأنواعها في كل دول العالم، وكل نوع إلى خصوصية تميز طعام ذلك البلد. وأيضا موجودة به الموسيقى، الديكور، يعكس ثقافة الفلكلور وعادات ذلك البلد. والمهندسين يهتمون بالتصاميم اهتمام كبير بهذا الجانب بالنسبة للضيف، وأيضا تضاف إليه نكهة الطعام والشراب. وهذا ما نلاحظه لما نجي نزور دول أوروبا وأمريكا واليابان، نشوف أن المطاعم الهندية والصينية والماليزية واللبنانية والتركية والإيطالية. وهسه رح نجي نتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع من المطاعم. أول شي نجي ناخذ المطاعم الهندية اللي تقدم لي الأكل الحار متبل بالفلفل والكاري وأنواع الخبز الهندية وأصناف الحلويات الهندية الشرقية. وبالنسبة للعاملين والديكور وأثاثها يكون ألوانها زاهية وجميلة. النوع الثاني المطاعم الصينية تتميز بتقديم الأسماك وأنواع الحيوانات البحرية وأنواع الفطائر، وديكورها الخارجي يكون بنفس ديكور نوع البناء الموجود في الصين. النوع الثالث المطاعم الماليزية تقدم لأصناف الطعام مثل المطعم الصيني، لكن تركز لي على الرز وأصناف الأسماك والروبيان وتقدمها مع الرز. المطاعم اللبنانية النوع الرابع تنتشر بعواصم الدول الأوروبية وأصناف طعامها الشرقي اللذيذة مثل المقبلات والأصناف الأطباق الرئيسية الشرقية والحلويات، وإلها مكانة متطورة وحققت أرباح عالية. نوع الملابس بالنسبة للعاملين تناسب تصميم الديكور الشرقي، والموسيقى العربية الموجودة تضيف أجواء المرح لدى الضيوف. النوع الخامس اللي هو المطعم الإيطالي يقدم لي أصناف من المعجنات والفطائر الإيطالية، هو أيضا منتشر في دول العالم وأكو عنده إقبال متزايد ببساطة واعتدال الأسعار. هذا النوع من المطاعم يجمع بين إنتاج الطعام والخدمة أمام الضيوف، لأنه يوجد داخل المطعم فرن لعمل بيتزا موجود به، ويشتهر بتقديم الاسباكيتي والبيتزا وأنواع الفطار. توجد أيضا أنواع من المطاعم تتخصص بتقديم أنواع الأسماك والأصناف النهرية والبحرية، وتقدم أيضا مع الخضروات والمطيبات. ويوجد أيضا مطاعم مختلفة مثل مطاعم الطائرات، البواخر والسفن السياحية، ومطاعم المستشفيات، ومطاعم المصحات، ومطاعم دور الحضانة ورياض الأطفال، ومطاعم أخرى لها مميزات خاصة. طلبتنا الأعزاء، تم الآن الانتهاء من محاضرتنا. ملخص المحاضرة اللي قدمت لكم إياها اللي هي الخامسة، وإحنا مثل ما عودناكم نرسل محاضرتنا هذه الملخصة بعد ما تنتهي المحاضرة الأساسية الأسبوعية ضمن الجدول الأسبوعي للقسم على برنامج جوجل ميت، وشكراً.